بالطبع هي لحظة التتويج، إذ أنها وكأنها تخبرني بأنني الآن أحمل ثقلاً لدولة كاملة مليئة بالقراء والأبطال الذين أنهوا أكثر حتى من 150 كتاب، فأحلامهم كلها أنا من سيحققها إذا بذلت قصارى جهدي وحصلت على المركز الأول على مستوى الوطن العربي بإذن الله. سمح لي أن أحقق أمنية واحدة، السلام في هذا العالم بكل ما أستطيع. فمثل ما قال محمد غنيم، إن نريد من السلام لبابه لا لفظه أو صكه المكتوبة، ومن هذا المنطلق نحن لا نرتقب من العالم حربا عالمية ثالثة. فمثل ما قال كارلوس، السلام لا يتحقق برمي القنابل، وإنما بإنماء الفكر، وإنماء الفكر لا يتحقق إلا من خلال الثراء.